مكانك يا أرنوب، ما تخافش، تعال أقول لك حاجة في ودنك. سيبني سيبني أرجوك، سيبني أرجوك الحقوني يا جماعة عرس السفارة. هو سيمبا اتأخر كده ليه؟ إيه يا سيمبا خضتني؟ كل ده عشان تيجي؟ اطلع بقى وبطل هزار، أنا عايزك في موضوع مهم جدا يا سيمبا. أنت ما تعرفش إيه اللي حصل لي؟ إيه ده بس يا أرنوب، احكي لي بس واحدة واحدة، إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان راس السفارة جه الغابة، ولازم نحذر كل اصحابنا واخواتنا. اللي بيحصل ده ما ينفعش، ولازم نبلغ الملك سيمبا باباه. ده فعلا الموضوع ما يستناش يا ارنوب، يلا بينا بسرعة اروح ابلغ بابايا باللي حصل. يلا يا ارنوب، وانت روح بلغ ارنوب. يا استاذ ارنبة اخرج بسرعة من بيتك يا استاذ ارنبة، في موضوع مهم لازم نتكلم فيه حالا. يا أرنوب اللي انت عامله الدوشة الكبيرة دي أزعجتني يا شيخ، أنا كنت باخد الشاور بتاعي، فيه إيه؟ احكيلي إيه اللي حصل؟ لك على كل حاجة طبعا يا أستاذ أرنبة، راس السفارة وصلت الغابة وأنا بلغت سيمبا، وسيمبا راح لبابا علشان يبلغه، ولازم نبلغ كل الناس اللي في الغابة لأن كل الناس هتموت. وهو إيه اللي جاب راس السفارة هنا؟ خلاص خلاص أنا هبلغ الحكمدار علشان يبلغ الناس اللي في الغابة. يا ابني بطل ضحك شوية، انت اليوم النهاردة كان في حاجات مضحكة مش قادرة بطل ضحك، مش قادرة. شفت الواد الرودي عيني بتوصل بس النهاردة كده. بس بس يا سيمبا بطل ضحك، انتوا مستمعين ايه؟ يا لهوي اجروا بسرعة، اجروا يا جماعة بسرعة، الراجل السفارة وصل. يا نهار ابيض اجروا بسرعة يا سيمبا، اجروا. تعالوا يا حيوانات الغابة تعالوا، ما تخافوش، والله انا مش بخوف، ده انا جايب لكم هدايا وحاجات حلوه. انا كل الناس خايفه مني ليه بس؟ انا سبت البشر وجيت للغابه علشان هم قلبهم طيب. تعالوا يا ماما، حد يلحقني ارجوك، حد يلحقني، راجل السفاره بيجري ورايا وياكلني. يا ماما يا ملك سيمبا الحقني، يا ملك سيمبا ياكلني في راجل السفاره، الحقوني يا جماعه الحقوني. تعالى تعالى يا قرود ما تخافش، بقولك تعالى ما تخافش، انا جايب لك هدايا، تعالى ما تخافش بقولك. ممكن تبطل عياط؟ خد خد الهدية بتاعتك، بطل عياط بقى. يا بابا يا بابا الحق يا بابا اخرج بسرعة، عايز اقولك على حاجة خطيرة، حاجة خطيرة خالص خالص مالس. حاجة ايه؟ انت كل شوية عمال تزعجني، مالك يا فلافيلو؟ قولي ايه اللي حصل؟ واحنا قاعدين يا بابا انا وسيمبا وزرافة وقرود، لقينا رجل السفارة هجم علينا وكان عايز ياكلنا، قمنا جرينا كلنا وقعد يجري ولا قرود، ويا ترى قرود ما نعرفش ايه اللي حصل له دلوقتي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، لا 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 الكلام اللي انت بتقوله ده يا فلافلو ده خطير، تعال بينا نروح للملك سيمبا ولازم نحكي له على كل اللي حصل، يلا بسرعة قبل ما الغابة يحصل لها حاجة. يا سيمبا يا سيمبا صدقني يا حبيبي ما تخافش، انا والله بفرق هدايا، حتى اسأل قرود صاحبك اديته الموس اللي بيحبه، ارجوك ما تخافش مني عشان انا تعبت من الموضوع ده. ابعد عني ارجوك، ابعد عني، انا خايف منك جدا، انا واقف خايف، انا حاسس ان انا عامل بيبي على نفسي، ابعد عني الحقوني. تعالى تعالى ما تخافش، تعالى والله يا سيمبا ما تخافش، تعالى يا حبيبي ما تخافش، تعالى. يا لهوي يا لهوي الحقوني، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا مش مصدق عينيا، ياما الحقيني يا امي يا امي يا قرود، يا لهوي انا ارنوبه انا ارنوبه انا ارنوبه، والله انا طيب وغلبان ما بقولش غير جزر. اقف مكانك، قلت لك اقف مكانك، اقف مكانك. حاضر حاضر انا وقفت اهو، حاضر. فتح عينك بقى، فتح عينك ما تخافش، وكل جبتلك الاندوم اللي بتحبه يا ارنوب. الله بجد انت طلعت طيب قوي، انا بحب الاندومي قوي، ده ماما ما بترضيش تاكلوني، شكرا شكرا يا سفارة. يا سيمبا يا سيمبا الحقنا يا سيمبا، اخرج من الكوخ بسرعة، فيه مصيبة كبيرة، اخرج يا سيمبا الحقنا الحقنا ارجوك. في ايه
في ايه يا ام سيمبا؟ انت كل شويه تفضلي تصوتي وتقولي الحقنا الحقنا، ايه الايام قامت ولا الحرب الثالثه قامت؟ الراجل السفاره هجم على اطفالنا وبيدوهم هديه، شكلهم عايز يضحك علينا. في ايه يا استاذ فلافيل وانت كمان؟ مش المفروض تخبط؟ راجل ومراته بيتكلموا. انا اسف انا اسف انا اسف يا استاذ سيمبا، بس الموضوع خطير زي ما قالت لك ام سيمبا. الراجل السفاره هجم علينا وهجم على الغابه وبيدي اطفالنا حاجات ما نعرفهاش. ازاي الكلام ده؟ ازاي يا جماعه وانا ما عنديش خبر بالكلام ده كله؟ كده كده ايه ده؟ مالك يا ست ارنبه انت كمان جايبه عيالك وفيه ايه؟ لما حدش يعرف هو فين دلوقتي عشان اروح له حالا. اهدوا يا جماعه وكل حاجه هتتحل، انا ملك الغابه هنا ما تخافوش. ايه يا استاذه زرافه حصل لك حاجه انت كمان؟ ابني ابني يا ملك سيمبا مش لاقيه من الصبح، وبيقولوا الراجل السفاره كان بيجري وراه، انا مش عارفه اعمل ايه، انقذنا يا ملك الغابه. ما تخافوش يا جماعه، ولادكم في امان ما تخافوش، انا هشوف حكايه الرجل الصفاره ده ايه وهديله علقه مش هخليه يعتب هنا تاني. اهدوا بس، اهم حاجه الهدوء، ولموا ولادكم في بيوتكم لحد اما نشوف ايه اللي هنعمله مع رجل الصفاره ده. انا رايح له. يا زرافة انت مش خايفة مني؟ طب خدي بقى الحاجة اللي انت بتحبيها هي تو. كلي يا ست الكورن فليكس اللي انت بتحبيه، ادام انت ما خفتيش مني. بس غريبة، انا اول مرة اشوف حد مش خايف مني. انا مش خايفة منك خالص، انت شكلك راجل طيب واديت كل اصحابي هدايا، واديتني كمان الكورن فليكس اللي بحبها علبة بعد علبة. الله، وكمان اديتني علبة. بجد انت اطيب راجل صفارة شفته في حياتي. وانت اجمل زرافة يا زرافة، انت شكلك طيبة قوي. يلا كل الكورن فليكس بقى وقولي لي ايه رأيك فيه، وعلشان خاطر اجيب لك حاجات حلوة تانية كتير، وعايزك تعرفي كل الغابة ان انا راجل طيب مش راجل شرير، ومش جاي اذيكوا، انا بحبكوا كلكم. حاضر حاضر، اكيد هعرف اصحابي كلهم ان انت راجل طيب. مع السلامة، هتوحشني. تعال اضربك هنا، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت الشرير، انت اللي سوقت سمعتي. موت موت يا شيخ، انت اللي بخلي الناس كلها تخاف مني عشان انت شبهي. خد خد في دماغك، خد في راسك يا وحش. ايوه اكيد لقيتك هنا يا راجل يا صفاره، انت بتعمل ايه في الغابه بتاعتي؟ بتدي اطفالنا ايه يا راجل يا صفاره يا شرير؟ امشي من الغابه بدل ما هموتك. صدقني يا ملك. يلا يا فلافيلو، يلا منأخر كده على الرحلة، يلا اتوبيس السحر جه، يلا يا ولاد، يلا اللي مش هينزل دلوقتي حالا انا همشي، يلا عشان لسه ورانا قرود. هما اتأخروا كده ليه بس يا ولاد؟ نازلة اهو يا ملك سيمبا، نازلة اهو. والله انا فاضلي ايه، فاضلي ايه يا لولو؟ فكري بسرعة، انا فاكرة ان انا ناقصني حاجة. ايوة يا ماما يا ماما، انا ناقصني ايه يا ماما؟ لولو ابعدي عني يا لولو. ايوه ناقصني الايشادو بالظبط كده، وايه تاني وايه تاني؟ اه والروج، اهم حاجه الروج عشان اصحابي عايزين يحطوا روج. اه وايه تاني؟ ماسكارا، ايوه هي الماسكارا اللي كنت ناسياها. بص الاخر حاجه، ايوه ايوه هي الفرش، الفرش بتاعت الشادو مظبوط كده. يلا خلاص انا جايه اهو، انا جايه اهو يا استاذ، والله ما اتاخر، عقوا عليا انا جايه اهو حالا. ايوه ايوه انا جيت اهو يا ملك سيمبا، انا اسفه والله على التاخير، حقك عليا. ايه يا لولو التاخير ده كله كده؟ هنتاخر على بيت اصحابك وهنتاخر على الرحله كده يا لولو، لازم تحط المكياج بتاعك انا عارف. يلا بينا بقى عشان نلحق بيت اصحابك، يلا بينا. ايه رحله سعيده. وشوية بلالين اللولو عشان عارف ان اللولو
كشفني ان انا خدت شنطة بابا. شنطة بابا دي مهمة جدا بالنسبة له. يا نهار ابيض لو شافني بيها. انا نازل اهو، انا نازل، عايزة حاجة يا ماما؟ سيمبا استنى يا سيمبا هنا، استنى لو سمحت. ايه اللي انت واخده معاك ده يا استاذ سيمبا؟ انت بتكذب عليا وعايز تاخد شنطة باباك من ورايا؟ هو ينفع ناخد حاجة من غير ما نستاذن يا سيمبا؟ انت لو قلت لباباك هيقولك لا يعني؟ بصراحة بصراحة يا ماما انا كنت خايف اقول لكم ان انا هاخد الشنطة لبابا يزعل مني، اصل الشنطة عجباني عشان عليها صورة بابايا وكل اصحابه يعرفوا ان هو ملك الغابة بتاعنا، بس هي دي الفكرة والله مش قصدي حاجة تانية. لا يا سيمبا كان واجب عليك يا حبيبي، لازم تستأذن وتقول انا هاخد الشنطة ولا لا، وعلى العموم ما حصلش حاجة. يلا يا حبيبي انا جهزت لك السندوتشات بتاعتك عشان تحطها، ادي يا سيدي البيتزا بتاعتك وادي الدونتس وادي البان كيك كمان اللي انت بتحبه، على الله بس تاكل اكلك كله. اوعى يا سيمبا ما تاكلش الاكل بتاعك. لا لا حاضر يا ماما هاكله والله، وانا بعتذر جدا عن اللي حصل، انا مش قصدي اي حاجة تزعلك ولا تزعل بابا، على العموم انا مش عايزة امشي وانتوا زعلانين مني، انا اسف. ولو مش عايزة تديني الشنطة خلاص انا مش عايزة، هاخد شنطتي واخد اي شنطة تانية. لا 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 خلاص يا سيمبا خدها، انا اصلا استاذنت باباك وانا كنت عارفة ان انت كان نفسك تاخد الشنطة، ويلا بقى علشان خاطر صحابك مستنيينك تحت وعمالين يزمروا. حاضر هو نازل اهو يا جماعة، اصبروا شوية. سيمبا خلي بالك من نفسك يا حبيبي، وكل ما اتصل بيك على الموبايل ترد عليا، اوعى تسيب التليفون في اي حتة، فاهم يا سيمبا؟ عشان ما ازعلش منك يا حبيبي. حاضر حاضر يا ماما والله ما تقلقيش عليا خالص، انا هكون كويس. يلا بقى علشان عمالين يستعجلوني تحت وهيسيبوني ويمشي. رحلة سعيدة ان شاء الله، وهبقى مبسوط جدا وهتصل بيكي اول ما اوصل. باي باي يا ماما، هتوحشيني، باي باي. انا جيت انا جيت اهو يا جماعة، ازيك يا لولو، ازيك يا فلافيلو، عامل ايه يا صحابي؟ وحشتوني قوي. ايه الاخبار؟ ان شاء الله رحلة سعيدة، انا اسف على التأخير. اي يا عم فلافيلو انا جبت لك البيتزا اللي بتحبها. لا يا عم انا خلاص جبت لي بيتزا، يلا بينا علشان نروح نجيب عرودة. يا قرودة كفاية عليكي كده تفرجي على التلفزيون، انت مش المفروض في بوس جاي ياخدك عشان انت راح الرحلة، ولا انت مش عايزة تروح الرحلة؟ بجد انت تعبتيني معاكي على الاخر. ايوة يا ماما صح، انا اسفة. طب انا هقوم البس واوريك اللبس بتاعي وتقولي لي حلو ولا وحش، ماشي يا ماما؟ ماشي، بس يلا يا حبيبتي قومي، انا اول مرة اشوف حد كده بينسى ان عليه رحلة، انا اول مرة اشوف كده الصراحة، انت بقيتي كسولة قوي. لا لا ما تزعليش يا ماما، بصي بصي انا خلاص انا قايمه البس اهوت وتقولي لي ايه رايك في الفستان، انا البس فستان حلو قوي. بصي غمضي عينك فتحي، ايه رايك يا ماما في الفستان ده؟ يا رب يكون عجبك بقى. الله يا قرودة بجد حلو قوي الفستان عليك، وشكله شيك قوي، وحلو قوي اللون البنكي ده. هو لولو راحة معاكي يا حبيبتي ولا مش راحة؟ ماما ايوة لولو وفلافيلو وقرودة انا ومين تاني وسيمبا كمان جاي معانا، ما تلاقيش عليا يا ماما. طب يا حبيبتي انا خايفة بس عليكي، اهم حاجة تخلي بالك من نفسك، واول ما اتصل بك على الموبايل ترد عليا. يلا يا حبيبتي بقى عشان ما تتأخريش، الباص دي تحته عمال يزمر. حاضر حاضر يا ماما، هاتي بوسه بقى عشان انت هتوحشيني قوي، وخلي بالك من نفسك يا ماما، وخلي بالك من اخويا الصغير، هتوحشيني. ايوه نازله اهو نازله اهو. يلا باي باي يا ماما، هتوحشيني قوي. انا مبسوطه قوي ان انت جيتي زرتي الجزيره بتاعتنا، معلش اصل مامتي مستنياني، اشوفك وقت تاني، باي باي. يا عرودة يا عرودة الميه حلوه عندك ولا ايه؟ حتة حركة يا سيمبا، بص تعرف تنطط الكرة كده.
واحد اتنين واحد اتنين، يا سلام على الكرة. أما حتة رحلة تعرف تنططها كده؟ لا بصراحة مش بعرف خالص يا لولو، برافو عليكي، انت بتعمليها كده ازاي يا شطورة؟ يلا بقى كفاية تنطيط بقى أهداف الكرة، ما تبقيش رخمة يا لولو. حاضر حاضر، خد يا فلافيلو الكرة اهو، وانت يا هرودة يلا يلا يا هرودة احذفي لسيمبا. أيوة يلا يا سيمبا احذفها بقى. تعرف يا سيمبا تحذفها برجليك؟ أيوة طبعا أعرف أهي، يلا انت كمان احذفيها برجليكي. خد يا سيدي، يلا بقى خلاص يا اصحاب الرحله عجبتكم، يا رب تكون الرحله عجبتكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للونه احمر تحت الفيديو، وتعملوا لنا لايك علامه الصباح على الفيديو. هتوحشوني اول الحدوده اللي جايه. باي 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 يا اصحابنا. لا 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 لا، ورايح لي بابا. لا 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 لا، ايه ده؟ هو انت مين؟ هو انت هاكي واكي اللي انا بشوفه على التلفزيون؟ على فكره مش بخاف منك خالص، وهخلي اجيب بابا وخليه يضربك. سكار هولب جايبني علشان اقتل كل اللي في الغابة. ها ها ها، ولا تقدر تعمل لي حاجة يا نوتي، انت اصلا ما تقدر. ها 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 ها، انت تقدر تضربني اصلا؟ انت اخرك تضرب نملة بس. ها ادي هرب. سكار 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 سكار، يوه وسكار ده مش عاوز يخرج من دماغي ليه؟ انا دماغي اتفرتكت خلاص. لا انا لازم اقتل كل اللي في الغابة عشان سكار ده يفكني اللعنة. ملك يا حبيبي، عملت تخد كده ليه؟ قلبي وعليا، يلا قولي بسرعة. يا ماما شوفي اللي حصل لي، انا كنت في الجنينة قابلت واجي واجي وهدتني وبيقول لي اللي انا هضربك وهنبوتك انت ومامتك وباباك. يا حبيبي مفيش اصلا حاجة اسمها هاجي واجي، هاجي واجي ده خيال انت بتتخيله. يا حبيبي ما تعيطش، انت كده بتقطع قلبي والله. ما تعيطش يا حبيبي، انا مصدقاه خلاص. لا انت بتقولي كده وخلاص بس عشان اسكت. معلش انا اسف، روح العب بقى. انتوا ما تضحكوش الضحكة دي تاني، عارفين ليه؟ الضحكة دي بتعصبني. الضحكة دي ايه؟ بتعصبني الضحكة دي. اصلا محدش بيضحكها غيركم يا غرباء. لا والله فكرة ان انا مش بخوف، بس بقول لكم ايه، انا في وش الطيب، ممكن اقول لكم وش التاني. ايه ده ايه ده ايه ده، هو انا اللي سمعته ده صح؟ على الفكرة اللي انت بتعمله كده غلط يا قوي يا سكور، انت ليه جبت هاجي واجي عندنا ليه؟ ايه ده، انا ما بعتش حد، انا بنفسي. لا انت كذاب وهتفضل طول عمرك كذاب يا سكور، واحنا مش بنحبك خالص. لا 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 كده، عاوز نوش التاني. تعاليلي والله العظيم ما اسيبك، تعاليلي خد خد علشان بعد كده تقولي انت كذاب. بص يا نفاسة، انا عاوز اشتكيلك من سيمبا جامد جدا. ليه؟ عامل ايه؟ قوليلي. مفيش، اصل سيمبا بيقولي انا شفت هاجي واجي، انا شفت هاجي واجي، وكل يوم قصة جديدة عن هاجي. اكيد يعني خرافة، واكيد يعني بيتخيل عشان هو بس يتعامل شوية. ايوة اكيد يعني خرافة، امال ايه؟ امال جني مثلا يعني حقيقة؟ بصي وراكي بسرعة. انت اكيد بتتخيل كمان، انا مش ناقصة. ايه ده؟ هو ده هاجي واجي؟ يا ماما ده شكل سيمبا كلبي كده ولا ايه؟ تعالوا هنا تعالوا هنا. يا سيمبا الحال، يا سيمبا بسرعة. لا اوعى تكوني اوعى تكوني. يا عمي مش هاكلك بقى، بطل افوارة، انا هقعد اهو واسمعك حتة حتة ولا نام. هنام هنام. سكار هو اللي صنع هاجي واجي. ايه هاجي واجي ده؟ انا ما صدقت هربت منه يا اخي. الحقونا الحقونا. بقول لك ايه، احنا لازم نكون شجعان. بص بقول لك ايه، تعال ورايا ماشي. ما اروح اضرب الغبي اللي هناك ده. خد تعال يا جيري، انت مسيني على طيب وخلينا هسيبك. تعال هنا يا جيري. هاجي واجي هاجي واجي.
انا جيت لك عشان اقتلك يا هوجي ووجي. خد يا هوجي ووجي تستاهل يا حرام عليك يا ما انت يا عم سكار يطلع منك كل ده. هو انت اللي جبت لنا هوجي ووجي الغابة؟ على فكرة انا هقول لبابا على كل اللي حصل، واللي انت بتعمله ده غلط وحرام عليك. انا يا ابني حرام عليك تظلمني، انا ما جبتش هوجي ووجي ولا فوجي فوجي، انا اعرف الحاجات دي منين. يلا بينا يا تيمون، احنا غلطانين ان احنا جينا لك يا عم سكار. ايه ده ايه ده، ايه اللي انت بتعمله فيا ده؟ سيبني. سيبني حرام عليك، سيبني سيبني سيبني. بقى انت يطلع منك كل ده يا سكار. على فكرة انا قتلت لك هوجي ووجي اللي انت جايبه للغابة علشان يقتل الاطفال ويقتل الناس اللي في الغابة، وكمان هقتلك انت كمان عشان اخلص الناس من شرك يا سكار. بقى انت بقى يا شاطرة اللي قتلت الهوجي ووجي، هو انت مفكراني ان انا ما اقدرش استغل الغابة والغابة دي تبقى بتاعتي لوحدي؟ طب وريني بقى يا شاطرة مين اللي هيقتل مين. انا اللي هقتلك دلوقتي حالا عشان بعد كده تبقي تقتلي هوجي ووجي صاحبي وحبيبي اللي كان عايز يساعدني. ها تعليلي يا شطرة، تعليلي انت يا هوجي ووجي، تعالى وريني شطارتك. ده انا الحلوة الكتكوتة. خد يا هوجي ووجي، خد يا سكار، خد في دماغك، خد في راسك، خد في كل حتة توجعك علشان بعد كده يبقى تجيب هوجي ووجي تاني الغابة. انا هنا هبقى حارس الغابة وتحت امر الملك سيمبا الرجل الطيب. انت يا شرير انا هوريك. خد خد كمان، موت يا سكار، موت موت. Ooh, a new friend! I'm so excited! Welcome! I heard we might be getting a new student here soon, so I put together this little welcoming party for you. It's really nice to have someone new to play with. طبعا بتضحكوا ومش فاهمين كلامي، دي التعويذة اللي عليا دلوقتي اللي هقتلكوا بيها يا طباع، مش انتوا اللي ساعدتوا سكار. قالولي يا حلوين يا أغبية. خد في راسك، أنا هقتلكوا وأخلص الغابة من شركوا، خدوا. خلاص كفاية يا أرابيل، كفاية لحد كده، ومتشكر إن أنت ساعدتيني، لولاكي ما كنتش عرفت أقتل هوجي ووجي، ولا كنت عرفت قتلت سكار ولا الأغبياء لدبع دول، بجد أنا مش عارف أقولك إيه، بجد شكراً ليكي. لا يا سكار مش كفاية، أنت طيب، دول لازم يموتوا خالص علشان يحرروا الغابة، بجد أنت راجل طيب وأنا كنت لازم أقف جنبكوا، وعلى العموم عشان خاطرك اهو سبتهم وتحت امرك يا سكار. يا ده شكل اليوم هيكون جميل، ولا بابو الدايسه الشريره ولا اي حد، قاعدين براحتنا ولا حد يزعج لنا. ايوه عندك حق، المدايسه الشريره بتضربنا ووحشه قوي، وانا مش بحبها خالص خالص. اللي انا سمعته ده، هو انا سمعته ده حقيقي ولا ودي في مشكله؟ لا بقولكم ايه، تعالولي كده واللي امسك واحد يجي معايا. هو فين بقى؟ يلا بينا بقى اجري وبرا الناس. تعالى يا ايسي، خد خد يا ايسي، خد على دماغك، خد على فوقك عشان بعد كده تتكلم عليا كويس. متتكلموا عليا وحش، خد خد يا ايسي، خد مش هخلفك النهارده. الحال يا بلابينو يا غلبان، معلش بقى لازم امشي، الام هي كمان هتضربني. سلام. تعالى يا ايسي، خد خد، والله العظيم يا فايزين على كده، ما تخافش هجيلك. انا اللي بتغيرني يا حسين، والله العظيم سايباني. اجري يا حسين، اجري يا حسين، مش قادر تمسكيني. لا 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 لا، مش قادر تمسكيني بجد ولا ايه؟ للدرجات كده تاني؟ ماشي والله العظيم سايباني النهارده، والله العظيم خربتها. وتعالى يا حسين، وهتاخد عيالها وروح
قادر تجاهلي. تعالى كده بس، تعالى انا قادر تجاهلي. تعالى تعالى انزل انا مسكيني. هسيبك لو انت في البيت والله يا عظيم. هسيبك. اه يا بوسي، انت عارفه انا زعلانه قد ايه علشان لقيسي. قيسي زمان دلوقتي بيتضرب من مدرسه الشريره. ايه انت سمعاني؟ ايه هم 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 هم. ايه مش بتحسي؟ انا كمان زعلانه قوي علشان قيسي. يا بنت انت مش شايفاني اللي انا باكل؟ ما تسكتي بقى. تصدقي ان الاندومي ده طعمه تحفه تحفه. يبقى جيبي لي يا لولو بكره منه. اه ماله يا بوسي اجيب لك منه بكره. بصي بقول لك ايه يا بوسي، ركزي معايا علشان دي خطه هم. يلا بقى نبدا الخطه. ايه ده ايه ده، انا سمعت حتى اسمعوني يا نونو. قيسي اسع مني كبد. ماشي يا ميدو، هقول لك دلوقتي الخطه بادق التفاصيل. اول حاجه نروح للناس علشان يساعدونا طبعا، يعني احنا مش الكل لوحدنا. بعد كده نروح عند البيت المدرسه الشريره. تمام ركز معايا، هنكون عند المدرسة الشريرة البيت بتاعها. يعني هنشوف إيسي في السجن، هنفتح لإيسي وبعد كده نهرب. وأكيد يعني المدرسة الشريرة هتعرف، بس مش هتعرف إحنا رحنا فين. مامتي إن شاء الله هتودينا بعد بكرة البيت الجديد، وإيسي هيكون يعني كلنا هنبت في بيت جديد. إيه رأيك؟ تمام تمام، حتى كمية أبيانون. يلا بينا بقى. بصوا بقى انا جمعتكم النهارده واساس بوسي المفجوعه، كل بقى واحد يقول بوسي المفجوعه. تمام ماشي يا لولو، هوريكي في البيت، هسيبي معاكي في البيت. ماشي وريني وانا هقول لمامتي. بصوا بقى ركزوا معايا، اول حاجه انتوا عارفين يعني اللي احنا عملناه كده غلط، اللي احنا سيبنا ايسي عند المدرسه الشريره وانا ساعدناه احنا هربنا. اول حاجه هنعمل الخطه هقولكم دلوقتي عليها، اللي احنا هنروح عند البيت المدرسة الشريرة. بعد كده ايه؟ بعد كده هنلاقي ايسي جوه السجن طبعا، هنفتح لإيسي ونهرب. واكيد المدرسة الشريرة يعني هتعرف ان ايسي هرب، بس مش هتعرف احنا فين، علشان مامتنا اول البارح هتمشينا، فهي هتفضل تدور عليه مش هتلاقينا في الاخر. ايه رأيكم بقى في الخطة دي، تمام ولا مش تمام؟ الخطة تحفة يا لولو، برافو عليكي انتي خططتي للفكرة دي. واحنا هنساعد طبعا ايسي، بس فاضل حاجة واحدة بس. ايه هي يا سيمبا؟ هندخل كده ايدينا فاضيين؟ مفيش ولا حتة سلاح نقتلها طيب؟ او ندفع عن نفسنا ما نقتلهاش، ندفع عن نفسنا حتى يا لولو؟ وانا مخططة لكل ده مجهزاه. او مش معايا مع ايسي، اصل احنا بعد ما ندخل ايسي يضربها بالنار على طول، ما تخافوش بقى. انا اصلا مديه لايسي السلاح ده علشان لو حصل اي حاجه زي اللي حصل دلوقتي ممكن يدافع عن نفسه، وممكن يدافع عن علينا هو كمان علينا. تمام، فانا عارفه ان ايسي شاطر قوي في السلاح فديتهوله. اكيد يعني لولو مش هتقدر تسيب ولا فتفوت، صح يا لولو؟ ايوه طبعا يا ارنوبه، شكرا ليك علشان انت حضرتك اديتيني حاجه حلوه افرح بيها. على العفو يا لولو. يلا بينا نتلك يا ابطال. بقولك ايه يا ليسي، لو انت عملت حاجه نرفزتني او حزنتني او عملت لي اي حاجه هقتلك على طول بالمسدس. انت عارف طبعا انا معايا المسدس اللي انا ضربتك بيه. هيه ولا تقدر يا نوتش. ولا اقدر؟ طب استناني كده اروح اعمل حاجة في المطبخ وارجعلك تاني. يا ربي بس اصحابي ينقذوني. ايه ده اصحابي، انتوا جايين عشان تنقذوني؟ طبعا يا ايسي، امال نعمل ايه من غيرك؟ انت صاحبنا العزيز المقرب الاحلى واحد في الدنيا، نسيبك؟ شكرا لكم قوي، بس يلا فكنا لعب المدرسة الشريرة هتيجي. متخافش يا ايسي هفكك دلوقتي اهو. تحتلك اهو يا ايسي، يلا بسرعة لما المدرسة الشريرة هتيجي. تعالى بقى يا سيمبا عشان اوريك. ايه ده سيمبا هرب، اكيد اصحابه هربوه. تعالولي والله العظيم ما هسيبكم. المكان هو ده اللي صح، اصل انا المدرسة الشراكة اللي بتجيبني انا كنت عارف المكان هو فين.
فأكيد يعني أنا مش هنسى. يلا يلا تعالوا من هنا مش من هناك، كده غلط. المدرسة الشريرة ممكن تجينا. لا لا يا إيسي، المكان ده غلط، احنا اللي رايحين فيه ده صح. اصل احنا رايحين عندك، احنا كنا عاوزين دي، حتى لولو عاوزاها الصم بالصموم. انتوا مش هتفهموا يعني اللي انا بقوله ده، بس هي حافظاه صم، فهي اكيد يعني مش هتغلط. طب بس بس يا فلافيلو، انت مش عارف اصلا اي حاجه، انت عمال تقول لولو 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 لولو. ايه ده، انا زهقت، هو كل حاجه لولو؟ اوف بقى، ايه ده، دي المدرسه الشريره كده. ايه المدرسه الشريره؟ اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه. ها 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 مسكتك تاني يا ايسي، مش هتقدر تمشي من هنا تاني. لا والله، فاكراني يعني انت الوحيده اللي ماسكه سلاح؟ طب تعليلي بقى يا مدرسه الشريره، خدي خدي يا مدرسه الشريره، خدي خليك تموتي، خدي. اوه 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 اخيرا عديت عليك يا مدرسه الشريره، يبقى تفكري تاني ان انت تسرقي حد او اي حد بيكرهك، واحنا فعلا بنكرهك. مع السلامه يا مدرسه الشريره. تعالوا يا سامبا يا لولو، تعالوا بسرعه، انا قتلت المدرسه الشريره، تعالوا شوفوا. بس شكرا شكرا ليكم يا اصحابي، يلا بينا نمشي من هنا. بس ايه رايك يا ميدو في اللي انا عملته في المدرسه الشريره؟ فلتحتها صح ولا لا يا ميدو؟ وشفت ازاي انقذت لولو من ايديها؟ انقذت مين يا عم؟ ده احنا اللي جينا انقذناك، انت هتهجس يا لولو. يا لولو تعالي يا لولو، شوفي ايسي بيقول قال ايه، قال هو اللي انقذنا، قال واحنا اللي رحنا انقذناه. في ايه يا ميدو، في ايه؟ انت كل شويه تندهلي يا ميدو. ايه يا ايسي، انتوا على طول كده بتتخانقوا مع بعض، انا بجد تعبت منكم. هو مين ده يا ميدو اللي انقذ مين؟ ايه يا ايسي، انت نسيت ولا ايه؟ ده احنا اللي جينا انقذناك من المدرسه الشريره، ولا نسيت؟ لا يا ستي ما نسيتش، انت هتزلوني كل شويه، انقذتك من المدرسه الشريره، انقذناك من المدرسه الشريره. خلاص بقى يا لولو بقى، انا بجد تعبت. وبعدين انت مش شايفه المسدس اللي في ايدي ده؟ ده انا كنت هموتهم كلهم علشان خاطركم يا لولو. كده يا لولو، لا انا زعلان منك يا لولو، انا هنادي على صاحبتي التانيه، انت كده واحسن زعلان مني. طيب خلاص خلاص يا ايسي، ما تزعلش وحقك عليا، خلاص انت فعلا انقذتنا. خلاص يا عم مش زعلان. وانت يا ميدو بطل بقى كل شويه تعمل لنا مشاكل يا ميدو. اما الفيل توتو اختك، يا توتو يا توتو تعالي، انت رحتي فين؟ انا خايفه عليكي. ايوه ايوه يا لولو، انا موجوده هنا، يلا عشان ماما بتدور علينا ومجهزه لنا الاكل، يلا عشان احنا اتاخرنا قوي. هيا يا ايسي، هيا يا ميدو، يلا يا لولو، يلا يا ميدو، يلا على البيت. بس اما الفين ميدو يا لولو راح فين؟ بس اسكتي، ماما عامله شويه مكرونه تحفه 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 بجد، حلوين قوي قوي يا لولو. اه عندك حق، المكرونه تحفه، قصدك الاندومي هو اللي تحفه. ماما ما كانتش موجوده وانا عملت لكم اندومي يا ستي، ولا اي حاجه. عايزين بس نفكر اهم حاجه، هنجيب لبس عيد ايه وفاضل لنا ايه؟ خلاص العيد قرب اهوت، عايزين بقى نشوف هنجيب ايه. يا بنتي بطلي اكل بقى وانزلي من على الكرسي اللي انت قاعده عليه وفكري معايا، انا هكتب كل الطلبات اللي احنا محتاجينها بورقه وقلم. شوفي بقى انت محتاجه ايه وانا محتاجه ايه. نزلت اهو، استني بقى اما افكر. انا محتاجه شوز ومحتاجه سكيرت ومحتاجه باك، لازم الباك يا تودو علشان خاطر احط فيها كل حاجتي في العيد. بس كده من عينيا، ادي يا ستي السكيرت وادي الجيب وادي الباك علشان خاطر توتو حبيبه قلبي. بس بقى يا ترى ماما هتوافق تجيب لنا الحاجات دي كلها؟ مش عارفه، بس ان شاء الله توافق. هو ميدو بقول لك لسه كل ده بيلعب بره، اندهيله علشان خاطر نشوف برده هو محتاج يلبس ايه ومحتاج ايه للعيد. سيبك من ميدو دلوقتي يا لولو، وخلينا في اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا الحلوين. ممكن تعملوا لنا اشتراك تحت الفيديو يا صحابي، اللي لونه احمر ده وعلامته استباع، واستنوني عشان اوريكم لبس العيد اللي انا جبته. باي باي باي.